بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما أخذنا في الفيديو السابق عن الفور لوب وأخذنا السنتكس تاع الفور لوب، في هذا الفيديو نتعلم برنامج صغير، تقريبا أبسط برنامج ممكن نكتبه باستخدام الفور لوب وبرز أهمية الفور لوب. فبعد هذا الفيديو إن شاء الله نكون متأكدين إنه الفور لوب إشي أساسي وإشي بلزمنا في أي برنامج تقريبا، تمام؟ فمثلا لو عندنا برنامج مطلوب منا نطبع الأرقام من 0 إلى 5، في ناس ممكن تكتبها بهذا الشكل، إن مثلا print if 1 1 وتكررها 5 مرات مثلا، مثلا تبلش من 0 1 2 3 4 5، تعمل run all things will be okay وتحكي طبعت الأرقام من 0 إلى 5، تمام؟ ما استخدمتش أي أساس من اللوبس. بس وين المشكلة من في هيك نوع من التفكير؟ لو كان لي مثلا 50، راح يصير الاشي بدي 50 سطر تعبر عن المطلوب في السؤال، ولو كان ل 500 و خلص بوقف. في الحالة اللي بوقف فيها هاي الفور لوب بتحل المشكلة. خلينا نرجع نفكر بالطريقة. كنا الفور لوب السينتكس تاعها اول شيء بدنا فاريبل نحط له انيشال كونديشن، نحط الكونديشن اللي بدي اياه لاستمرار اللوب، واخر شيء الابديت او يعني الابديت انكريمنت او ديكريمنت للفاليو. فمثلا نيجي نعرف انتجر مثلا اي اللي هي اللي راح يصير اللي هي كنا قبل شوي اللي بتبلش من 1 مثلا وبتصير لها انكريمنت، تمام؟ وبعدها بنقول فور، هاي السنتكس اي لازم اعطيها انيشال فاليو اللي هي مثلا بنبلش من 0 في هذه الحاله، لاني انا بدي الف من 0 إلى 5، من 0 نحط هاي اللي هي الفاصلة المنقوطة سيمي كولون يعني في الإنجليزي، وبعدها شو بنحط الكونديشن لو أنت بدي تستمر اللوب طالما هي اي أقل أو تساوي 5، وكل مرة كم بدي أزيد قيمة اي، بما إني بدي الأرقام 0 1 2 3 يعني بدي أزيد واحد فقط، فبحط اي بلس بلس أو اي بتساوي مثلا اي بلس 1، نفس الإشي، تمام؟ هي بس دارجة اي بلس بلس يعني كشكل يمكن احسن تكون، تمام؟ نحط الاكواس. طبعا نعرف الاكواس لو ما حطناهم بنفذ بس جملة واحدة، في هذه الحالة يعني لترتيب الكود احسن ان نحط الاكواس. نروح نحط برينت اف بيرسنتج دي سلاش ان للاي، ففعليا اي في هذه الحالة بتتنفذ من 0 إلى 5. فخلينا نتأكد من الناتج، بعدها بنروح نشوف بنروح نعلق على الكود. فعليا اعطتني نفس القيمة. ففي هذه الحالة اللي كنا قبل شوي مثلا لو 50 بس بتصفي علي اعدل الخمسة احط محلها 50، لانه راح يزيد من 0 ويظل يزيد 1 1 1 1 على ما يصير 50. ففقط عدلت شغلة واحدة بسيطة صار يطبع لي الكود من 0 إلى 50، وهذا الاشي كثير منيح يعني وكثير بسهل علي. لو مثلا بدي لألف بس بحط 1000، عشان نكون فاهم يعني فهمنا الفرق بين انه نحط جمل عادية ونكررهم او نحط الاشي اللي بدي اكرره، هذا الاشي اللي بدي اكرره واحط الكونديشن تاع اللوب اللي هو من 0 إلى 50، تمام؟ بشكل سريع كيف تمشي هذا الاشي؟ بنروح بنحط variable اسمه i مثلا او اي اسم v k اي اشي بدي اياه، بحط الانيشال فاليو منين يبلش، ونحط الاشي الثاني اللي هو الكونديشن اللي لوين انت بتصير اللوب، والاشي الثالث كم بدي في كل خطوة ازيد اللوب، يعني مثلا اي وين انت بتنزاد 1 لما يوصل لاخر اللوب. مثلا لو عندي هان 2 بروح بقول اي بتساوي 0، هل الزيرو اقل او تساوي 2؟ اقل او تساوي 2 بروح بنفذ بطبع، فبطبع اول اشي خلينا نشيل هاي، فبطبع اول اشي 0 صح؟ بحط سلاش ان
بعدها بتصير اي مدام مخلص هذه اللفه بروح بزيد اي بتصير اي تساوي تصير واحد تمام لانه في اي بلس بلس صارت واحد واحد اقل او تساوي اثنين اقل او تساوي اثنين فبروح بطبع واحد خلصت اللوب معناها بزيد اي وبرد برجع بساوي الكونديشن فبتصير اي اثنين بروح بشوف الكونديشن هل اثنين اقل او تساوي اثنين نعم اقل او تساوي اثنين فرد نفذ الجميع اللي جوا الفور اللي هو ايش اللي هو البرنت اف اثنين بعدها بنزيد اثنين بتصير ثلاث لانه في اي بلس بلس ثلاث اقل او تساوي اثنين لا معناها بنطلع من اللوب بنكمل الكود بيتكمل الكود من هذه اللحظه طب خلص خلص البرنامج ريتيرن زيرو فاللي بيطبع 0 1 2 تمام فلو نتاكد من هذا الشيء نروح نعمل كمان مره ران وبنتاكد انه اللي طبعه 0 1 and 2 هذا سمبل اكزامبل على اللوبس اتوقع هلا يعني وضحت الامور وضحت وين انت فعليا بتلزمني اللوبس وان شاء الله تكون وضحت كيف طريقه تتبع اللوب ولو لمره واحده يعطيكم العافيه وان شاء الله بالفيديوهات الجايه بنكمل.